يقولون لك في نفس هذا اليوم قبل 5 سنوات أبل أعلنت عن ساعة أبل واتش الأولى. طبعا الصورة هذه البنت قاعدة ما تشرب عصير ما شنو، فهذه هي أبل واتش الأولى. شنو شربي ماي؟ أوكي، فتذكرها هذه قبل 5 سنوات. اليوم في الفيديو راح تطلع لكم ذا المشهد. شوفوا فيديو اليوم. طلع هنا، يلا ممتازة. هذا الصورة الثانية برضه فيديو اليوم. هذا فيديو اليوم بيصير حماس، شوفوا كيف تاتش اي دي، خصوصا الامهات الحين مثلا في المنقبات، فما راح يشتغل معهم الفيس اي دي، وبرضو بسبب كورونا برضو الحين ان اكثر الاشخاص. لا لا حماس بيكون ان شاء الله. 5 ساعات كذا ينزل الفيديو، باقي قليل وخلص الاخراج. طبعا شنو هذا؟ ايش تتوقعون؟ ها ها هاي ايفون اس اي. الحين ايش اسوي؟ ذا جاء طلب، واحد طلبية حط الأكل أكل من المطعم ومشى. قلت ما أدري علي أخوي فاطر، رحت كلمته بعدين جيت شيكت لسه ما لنا. طيب الأدرس وينه؟ الحلو ما أدري وين الأدرس، العنوان وين مش موجود عندي هنا. ف حط طق الباب حطه ومشى. صايمين على الأقل ما نقدر ناكل يعني، جبت لنا اليوم إحنا فاطرين. يا الله أخليه من الباب. أوه جاب الأغراض، طلبهم بقالة عربية. طبعا من كثر ما زوجتي طلب الخبز احس انه نفتح مخبز هنا كل اخبز. طلبت قهوة ثنتين، واحدة لايت وواحدة دارك، قهوة عربية. نجربها نشوف بعدين. هذا بسكوت الاولكار، هذا ما ادري يقولون خميرة ما ادري يقولون، حق انه طحين. عرفت طحين من هذا الرسم. نجلس نحفر هنا فرز، مفروز شو عايش خبز فيم تو. هذا الباقي تقريبا كله فول، انواع الفول شو اسمه الكوشنة. اوكي خلطة الكوشنة حاطين علم السعودية يعني، و مش علم السعودية، المهم ان الرمز جهز الأكل. أوكي الأسعار أحسها أفضل من المواقع الثانية يعني. الحين كل اللي شريته ذا طلع $100، 105 أفضل من غيره. هذا كل شيء هنا يعني، لو كان مبتعث أنت صور الشاشة وخذ الموقع راح أعطيك إياه. موقع هذا هو في جوجل، بس اكتب هاشمز هذا هو يطلع لك إياه. وبرضو صح الأولكر شرينا كامل، اعطانا واحد هدية. شوف في علبة هنا يمين يسار، هذا هو اعطانا الثانية. ما ادري جا شال اكله، لا والله ما جا. الحين ساعتين تقريبا موجود هنا، ما ادري ايش بيسوي الحين ده. لا نعرف الشركة ولا اعرف شيء ولا حط الادرس ولا اتركه كذا. ثلج اصلا، لو ياخذه ما راح يخيس، يجلس كذا يعني ثلج. تدرون شلون؟ لان احيانا يسوون هذه الحركه. انا السكن حقي وندي، العماره حقتي تشبه العماره اللي قبال هنا بالضبط، تنتهي من نفس الشيء. الفرق ان هذه 776 والعماره اللي عندي انا او اللي ساكن فيها 766. فبروح يمكن السكن القبالي ذا بروح اطيعهم واشوف. طلعت هي تقول لي طلبته من ساعه وما جابوه، حطوا عندي ودقيت عليهم وجابوا لي طلب ثاني. قلت لها زين طيب، قالت لي خلاص ما بيك ثاني، وانا برضو ما بي، انت الطلب حقك وجابوا لي طلب ثاني فانت اللي تاخذينه. خذته خلاص. ف ذاك الديليفري مان على طول يعني، عارف انه ما في فرق. احيانا الانسان يغلط 766 776، لكن يعني انتظر رن الجرس
انتظرت 5 ثواني والله. انا كنت في الصاله ويم الباب بس انا جالس قبل ركب السياره ومشي على طول. دقيقتين يعني سلم الطلب ايد بيد. تتوقعون من هو اللي ناوي يصوم معنا الشهر اول يوم رمضان جاي؟ الا بس يصير مصدر الايفون اس اي 128 جيجا خد في وسط ال 64 ولا 256. هذا حق بنتي تلعب فيه. يلا نفتح معكم العلبة. حلو حلو عارف والله تفتحها كامل وتشيلها بس انا عاجبني التغليف ما ارجع. يلا بسم الله. فاضي. احتاج اتكلم لكم عن الاشياء اللي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اللون الابيض الله يعطيكم العافيه. احس اللون موفق فيه. اوه حاطين خلصنا اخراج الحين بس او خلصنا اديتنج بعد كلاما الحين بس يبي لنا نسوي الاخراج. ما ادري ايش بسميه. مراجع على طول مش نظره اوليه لان رجعته كامل فبراح اسمي مراجع. المهم انه يطلع حجم الملف اوكي توفر عندي 167. حلو نسوي الاخراج الحين بعدين نرفعه في اليوتيوب. اوكي بدا اخراج وحاولت قد ما اقدر اني اسوي قصير فكل المواصفات مع فيديو كامل واخراج كله بالايباد يعني يقول 13 دقيقه ممتاز. ولا شو رايكم انتم؟ حلو يعني اوكي اخيرا خلص الحين يبقى بس ارفعها في اليوتيوب. الفيديو قاعد يرفع احس انه صاير اسود النظام. المهم الفيديو قاعد يرتفع. الفيديو حجمه بالضبط 12 دقيقه و55 ثانيه مثل ما نشوف. لكن حجم الفيديو 7 جيجا و بوينت 709 حجمه كبير بالنسبة للدقائق اللي فيه فهذا اللي خليه بيطول يعني مدققا على الجودة مخلي 4K مخلي 60 فريم مخلي يعني ريزولوشن عالي وكل شيء. فاستمتع اول ما تفتح الفيديو اضغط على الدوائر يمين وارفع الكواليتي خلي 4K 60 لا في الجوال ما راح يكون 4K. شوف في التلفزيون اذا كان عندك تلفزيون 4K او شاشة 4K لكن الاحجام او ابعاد الجهاز مخلي على ايفون 11 برو ماكس 10S 10S ماكس ايفون 10R لابعاد تشوف الجهاز كله ماخذ الشاشة كاملة بدون ما تسوي زوم ان ولا شيء. فبهذا السبب قاعد يرفع الحين يعني خلاص انا قاعد ارفع الحين خلصت كل شيء باقي بس يرتفع كامل. الوقت يعني 7 دقائق يبي له ساعة ما اقدر اسوي اي شيء فسامحوني ما عندنا غير الانتظار. طبعا هذه الساعة بس يرتفع بعد ما يرتفع اعطيه برضو نص ساعة لما يسوي له بروسيسور نفس اليوتيوب علشان ينزله بالجودة المطلوبة. اوه حاطين ستيكر كامل مو بنفس الايفون 11 والايفون 11 برو ذاك الغالي ما بحطين كامل وهنا حاطين كامل من الامام والخلف. ذاك تقريبا بس من الخلف او من الامام من الخلف على الفروس جلاس وذيلي ما بحطين فيهم شيء. فهذا هو الجهاز شغل الجهاز يلا اوكي حلو علامة الابل صغنونة هنا طالع نحطه هون. شاحن سماعة سلك سكرهم ما راح نحتاجهم. ف هيلو هيلو نبدأ معكم مراجعة راح ننزل كل شيء في القناة ف او اوريدي انزل كل شيء الحين يعني تشوفون هذا اعرفوا انه في القناة نزل اصلا الفيديو كامل ما راح ابدل شيء هنا هناك. لكن الاشياء دي الحركه فتح الحلب العلبه دي اللي ما راح انزلها في الفيديو يعني ما راح تشوفوا الفيديو فقلت اسوي لكم سبيشال. هل دي غلاف الايفون 8 او 7 طبعا احد يركز هنا على الاغراض ذا لاين يعتبر حق اجهزه لكن جبت العيد فيه. هنا الكفرات احطهم احيانا اجهزه خفيفه
فراس ايفون 11 10R برضو 11 هذا 11 11 10S 10S فإجبار يكون هنا في غلاف الايفون 7 8 6 ايفون 10S الباتري كيس برضو ايفون 6 والله ايام او 6 بلس اوكي هذا الايفونات 7 صدق جرى عليهم الزمن معهم هدية فنجرب نشوف هل يركب على الايفون هذا طبعا الايفون 7 نشوف هل يركب على الايفون اس اي ولا لا الايفون 8 100% راح يركب عليه طيب نشوف هذا الايفون 8 وهذا الباتري كيس الايفون 7 طبعا الان ابل ما نزلت الايفون 7 باتري كيس اتوقع خلاص معروف انك تركب الاجهزة القديمة نشوف يركب ولا لا مضبوط بالضبط طبعا انا عارف استخدام خلاص منتهي لكن باتري كيس يعني unlocked عشان تستخدمه ما في بطارية او الباتري كم سنة تارك اصلا يعني شوف من ايفون 7 تاركه فخلنا حتى يشحن نرجع لكم نشوف الثاني برضو الابيض هل في معنا 100% ما في كم سنتين ثلاث سنوات او اربع وهو متروك من سنتين تقريبا ثلاثة من ايفون ثلاث سنوات بس حلو ركب يعني اي جهاز عندك اي كفر عندك 6S 7 8 شقار مثل ما نشوف البطارية مدعومة قاعدة تشحن مدعومة في الجهاز فبالسوفتوير برضو مدعومة لكن الباتري كيس هذا عندي الايفون 7 فما يدعم الشحن الوايرلس حط اذا كذا ما راح يشحن ما يحتاج تقول نور منور انا عندي لمبات هنا تولع فما ولع فما يشحن الشحن الوايرلس ما ادري اذا الايفون 8 نزل له كيس تقريبا نزل له راح تقريبا نزل له يكون يدعم الشحن الوايرلس تمنيت انه يدعم يعني على الاقل ما راح يدعم الكيس يعني لو انك حط كفر عادي راح يشحن جوالك فهذا لو ان الكيس ما يدعم شحن الوايرلس ما تقدر تشحن بالوايرلس لكن يشحن الجوال يعني يمر منفذ الكويلز نفس الويفز توصل وتشحن الجوال فأوردي راح يشحن انا بيشحن جوال فول بعد بيشحن هذا لكن للاسف سمكه خلاك ما تشحن بجرب الشحن وايرلس ثاني اشوف هل يدعمه ولا ما يدعمه عندي هذا الشاحن برضه ما يدعمه ف مركب الكيس انا هذا من الايفون 7 وما يدعم الايفون 7 وايرلس فتروح علي كذا بالشحن الوايرلس اذا كنت بستخدم الكيس الشريحه نقلناها وحطيناها في الايفون اس اي فاستخدامي الحين كامل على الايفون اس اي طيب هذا الايفون 5S قديم نزل في 2000 وكم خلينا نذكر 13 تقريبا هذا الايفون اس اي نزل في 2015 مع الايفون 6S هذا الاس اي الاول نجي لحق الجيل الثاني حق الايفون اس اي هذا الايفون 6S نفس الشكل الايفون 8 كان نفس الشكل او نفس الماتيريال لكن قزاز من الخلف هذا الصناعه هذه ابل خذتها وسوت فيها الاس اي الثاني فالاس اي الاول ماخوذ من الفايف والفايف اس الاس اي الثاني ماخوذ من السكس والسكس اس والايت مع قزاز من الخلف ما في فرق والمنيوم نفس الالمنيوم اللي في الجنب الانتانة نفس الانتانة مثل ما نشوف نفس الحجم نفس الشيء لكن قزاز من الخلف عشان الشحن الوايرلس شاشة نفس الشاشة بس تكلمت في الفيديو لو بتشوفونه اللي في القناة ان عجبني انا الجديد انه كله اسود من قدام عشان ما يعطيك حواف يبين لك المسافة ذي اللي موجودة هنا فكذا يكون افضل ما يحدد لك المسافة طيب لازم انام انا فالفيديو راح يرتفع راح ينزل لكم وانا نايم بصور لكم بس تصوير خفيف بالايفون اس اي بسناب شات يعني طبعا فهذا البرنامج الحين هذا يعني اخر سناب الحين بالايفون 11 برو ماكس بنتقل لكم الحين بتصوير الايفون اس اي اوكي الحين التصوير من الايفون اس اي خلاص الايفون 8 رسمي الحين خلاص وقف نقلت في كل شيء لكن رجعت له قبل شوي عشان اصور لكم كذا سناب والحين خلاص السناب الحين اللي موجود على الجهاز الايفون اس اي كاميرا الاماميه شوي بطلع معك شوي برا بس تصوير خفيف بعدين خلاص مع الايام راح تلاحظون
يعني تدققون انتم وتحكمون انتم علي، بس الحين بصور لكم كل شيء قبل ما انام. طيب التصوير الحين برا، كيف قمت تحكمون الشمس ولا طلعت؟ فهذا التصوير عادي، اتوقع انه حلو يعني 7 بكسل والتصوير سناب شات، صور ممتاز. ايش رايكم انتم في جهاز نقدر نقول $400 يعني 1600 ريال تقريبا بالتصوير، افضل من اجهزه ب 2000 و3000 و4000 5000 تعرفون انت صح؟ شوفوا كيف كاميرا الخلفيه، كيف الصوت برضو عندكم، فتتغررون الصوت مع الايام مع التصوير كله راح تعرفون كيف الاضاءه الخفيفه في الليله، جه في الليل ودخلت البيت وصور لكم برا في النهار تو كيف، بعدين تغرون تعرفون كل شيء في التصوير. ولو انتقلت الايفون 11 راح اقول لكم اني انتقلت الايفون 11، في اشياء خفيفه يمكن تحكمني تصوير اضاءه خفيفه، الحين اضاءه طافيه في كل مكان، ما في الا اضاءه النافذه شوفوها مع انها مسكره برضو يعني مثل ما نشوف مسكره، فاضاءه خفيفه مره من الباب والنافذه بس. انتوا كيفكم الاضاءه؟ كيف احس انها حلوه. الاشياء اللي تحكمني اقول لكم اني ارجع حق الايفون 11 ان هذا شريته 128 ما نزلت فيه شيء، يعني ما نزلت فيه اشياء اللي استخدمهم كثير في الايفون، فنزلت 4 برامج أو 5 برامج يعني نزلت حساب البنك، برامج البنك، سناب شات، انستغرام، تويتر، هذه البرامج بس. فاضطر لصرت ابي برامج رئيسيه اللي استخدمهم كثير، برامج كبيره لازم ارجع، فبنتظر بشوف هل اتحمل ولا ما اتحمل اني ما استخدم البرامج كلها. واتساب ما نزلته برضه مع ان الواتساب مو بكثير عليه فعادي. ما ادري والله ودي اروح انام ويرتفع له هو الحال وخلاص. تخيلوا انام وينقطع ما يرتفع، راحت عليك خلاص، ما تشوفنا لليوم الثاني كذا خلاص. ابل تخيرك على اي حجم تبي، صغير، وسط، وسط الا ما يسمونه وسط الا وسط، كبير، كيفك شوف الاحجام كلها موجوده. لو عندك مثلا الايربودز لو تحطها بالجنب راح تشوف الحجم كيف راح يكون، يعني 4.7 طالع لين شوف كيف الحجم. لو نقلبهم لكم الحين ونوريكم على حسب الكاميرات، كاميرا واحده نطلع هذا على جنب، انا راح احط الحجم على الكاميرات، كاميرا برضو واحده لكن بدون زر يعني الشاشه كامله بشكل جديد، يعني كاميرتين، 3 كاميرات، كل الخيارات لك انت تكون. تبي كاميرا رخيص، كاميرا حلو ممتاز بالشكل الجديد، كاميرتين، 3 كاميرات، طبعا برضو في كاميرتين هنا لا بنعرف، بس انا عنك ان اللاين شلون صاير الحين 3 2 1 حبه حبه، لو تطلع 4 بعدين ابل لازم تنزل جهاز تخلي فيه كاميرتين، مثلا تخلي ال11 او شيء بشكل جديد، عشان كذا خلاص. بعض الاشخاص ما يبون تصوير، موجود عندكم. بعض الاشخاص لا ما يبون تصوير بس يبون شكل جديد، موجود عندكم. بعض الاشخاص اوكي يبون بس كاميرتين مش كاميرا، يكون موجود عندكم بالايفون ال11 كاميرتين او هذا يعني التنس. بعض الاشخاص لا يبون تصوير وكل شيء واحتراف كل شيء، موجود عندكم كذا اللاين كله خلص. لكن يجيكم بعض الاشخاص الحين يفكرون لا ابي 3 كاميرات بس رخيص. انا ما بعد يصنعون هذه الحركه. طبعا اتوقع انه ما يحتاج اقول لكم ايش اللي اصور فيه ولا شيء، لان جهاز اتوقع ان الفيديو ما راح يكون كامل عندكم في شاشه الواتساب، فهذا يعتبر من الايفون اللي فيه حواف فوق وتحت له الايفون السي. ولو ارجع لكم حق الايفون 11 راح تشوفونه بكامل يكون. طيب مثل ما اشوف باقي 12 دقيقه على ما يرتفع، نعطي 10 15 20 دقيقة على ما يسوي بروسيس معالجة وينزله بجودة مقبولة على الأقل. ف بوقت الحين بعد نص ساعة بالضبط مع المعالجة وكل شيء، بعد نص ساعة بالضبط تلقائي راح ينزل في القناة. أفضل إنك تشوفه في التلفزيون مثلا 4K عشان الوضوح اللي رافع عن 4K، إذا كنت بتستقل الجودة وكل شيء شوفه 4K وكل شيء واستمتع فيه. جوال بيكون لك في الـ HD
4K أفضل من شاشة التلفزيون 4K تكون ممتازة. السلام عليكم. الوجه ما عليك. توني صاحي من النوم. فش رايكم الفيديو؟ تعليقات ما شفتهم كلهم إلى الآن تعليقات اليوتيوب، لأن في واحد والله عجبني تعليق اليوتيوب. بس ما علق على الفيديو نفسه، معلق على الصورة حطها قبل الفيديو. كنت فاضي، كنت أنتظر الفيديو بس يخلص يرتفع اليوم. قوم أنا جلست معه لعبت فيه لعب في السؤال، لأن الصراحة يقهر بسالفة شنو؟ أروكم قبل بعدين. أنتوا تقولون ليش تلعب فيه ما شنو، بس أفهمكم كيف الحركة. سمح الحين لرجعت فطرت وكل شيء أوريكم التعليق وكيف. فأنتوا إيش رأيكم الفيديو؟ النقاط اللي عندكم، كيف الإخراج، كيف الأشياء دي، كيف هل تحسون إني وصلت المعلومة كامل ولا لا، الأشياء اللي ناقصة تحسون فيه برضو، هل ودكم أسوي فيديو ثاني برضو، انطباعي بعد 3 أيام 4 أيام، لكن انطباع على شنو بسوي، يعني ما في شيء سبيشال في نفس الجهاز، يعني الجهاز ما في شيء. بتكلم انطباع عن البطارية، قلت فكرت فيها، لكن الأشخاص اللي بيشترونه أوردي، يعني الفئة المحددة لهم ما راح يهتمون بالأشياء. هو أوردي عنده 6 7 8، بيشتري الشخص ثاني باكب، يعني باكب أو الثاني جهاز، يعني مثلا عندك 11 أو شيء وشاري هذا بس لحق استخدام خفيف، ما راح تهتم برضو بالبطارية. وإذا تعرف البطارية تعرف بطارية تليفون 8، يعني كان عندك جهاز كل الأشخاص يعرفون بطارية تليفون 8 والأجهزة ذيك أفضل منها بشوي. فما أدري، أشخاص بيسألوني الحين يقول لي أوكي حط طباعك حق ببجي، لا ما راح، لا أوكي لا بليز، يعني أنا إلى الآن ما بمقتنع إني أمسك جوال ألعب في ببجي أو ألبسك جوال ألعب في فورتنايت علشان ألعب أعطيك انطباعي لحق ذي الشيء. فش تتوقعون أنتوا؟ هل أسوي فيديو ثاني؟ وش الأشياء اللي تحسون إني لازم أدقق عليها وأتكلم في الفيديو الثاني؟ أو صح، التصوير الكاميرا الحين في التصوير الكاميرا العادية الرسمي نفس الايفون 11 برو 11 برو ماكس، ان من تصوير الكاميرا يتغير ريزولوشن وتغير الفريم. في الايفون 10S 10R الاشياء الاجهزة ذي مش موجود، فحاطين الميزة ذي في الاجهزة الجديدة من 2019 او من المعالج A13، حاطين انك تغير من الفيديو نفسه الريزولوشن. شنو؟ لا ما بكيف، مش جلست خلاص، ما راح، ما بينام، روح انام. انا صحيت من النوم، ما بينام، ما بكي، ليش تغصبيني انام؟ ما بينام، ما بنام، خلاص صحيت انا تمام كذا. باقي تقريبا نص ساعة على الصلاة وإلى الآن صد فيني نام، لكن واحد من الشباب في السعودية من زمان دي السالفة ما انساها، يعني في دي المواقف ما تنسي. وصل زوجتي بيتهم أو بيت أهلها، يعني يبعد تقريبا ساعة أو ساعتين منطقة ثانية، ورجع نام. قال أوكي تشيك الساعة 4، يعني باقي تقريبا 2 3 ساعات على الصلاة. قال بنام شوي وأجلس على الصلاة وأفطر، في رمضان كان، فأربع المغرب، فنام صحى بعد صلاة الفجر، فراح علي الفطور، راح علي المساك، راح علي كل شيء، وشبك باليوم الثاني. لحد يجي يسألني يقول لي أوكي ما أدري شنو هذيك الصلاة ما توجب عليه، وما أدري صيام مقبول هذاك الصيام وهذا الصيام. أنا قلت لكم صار بس معني بالحكم، معليش اللي يسوي، معليش إلا بسألش. صمت هاي أقول فروزن، صمت هاي ما بفرق، غيرت اسمها هان، شو اسمش اليوم؟ أنا ميكي ماوس. أوكي ميكي ماوس، اليوم ميكي ماوس، أنا صرت الحين أبو ميكي ماوس أنا، يعني أوكي. صمت هاي اليوم ولا صمت هاي؟ إيه. أوكي كيف كان الصيام؟ كيف كان الصيام؟ ما تدري ايش معناته فاستينج انت؟ كيف كان فاستينج؟ كويس؟ اوكي جود. طيب في اشخاص يقولون شافوا في المواقع ان الايفون اس اي مع انه معالج جديد اداء في الجيك بنش ما يعتبر نفس الايفون 11 او 11 برو ماكس. سويت الجيك بنش ممتاز، الارقام متقاربه جدا، ما في فرق يعتبر، خصوصا يعني الجهاز إلى الآن ممكن أبتمايز حق بعض البرامج ما جاب مثل جيك بنش، لكن ممتاز، يعني هذا قبل ممتاز. فالمعالج نفسه، الأداء نفسه، الـ 11 برو 11 برو ماكس، راح أحط لكم قدامه حين. أول واحد هذا الجيك بنش حق الآيفون SE، وبعده الآيفون
يلا في البرو ماكس وتشوفون تقارنون انتو كيف شو اسمه الريزولت اللي هو هل في فرق ولا ما في، او احط لكم نفس الصوره اللي باللون الابيض هو الاس اي، اللي بالشاشه الدارك هو الايفون 11. طيب برجع أقول نفس الكلام اللي قلته قبل أسبوعين أو 3 أسابيع، أتمنى أي شخص عنده استفسار عنده أي شيء تسلم عادي، اكتب تعليقك أو سؤالك في نفس السناب أو في سناب ثاني، بس إن المهم إنك لا تقول أخوي عندي استفسار وتنتظر وأشوف كلامك بعدين أرد أوكي شلي تبي، وبعد ساعتين تكتب لي استفسار وأرد أنا بسؤال ثاني مثلا، وأطلع بعد 3 ساعات ترجع ترد على السؤال اللي سألتك إياه مثلا عشان توضح لي شيء، بعدين أنا أنسى السؤال الأصلي وبأرجع. ما فيها الأشياء ذي كلها، خلاص اسأل من البداية وبعدين أنا اللي شفت تعليقك أفهم كل شيء، ما يحتاج تنتظرني أرد على سلامك وترد على سؤال وبعدين أقول لك تفضل بعد بساعتين ترد، نطولها كذا والله لازم ما راح تخلص. يعني لدرجة أني قمت أشوف الناس اللي يقولون عندي سؤال ولا يكتب جواب أقرأ وأطلع أروح الثاني أقرأ وأطلع، ما عندك سؤال ما كتبت سؤالك خلاص انتظرك تكتب سؤالك.